عندك آلام أثناء خروج أو بعد خروج البراز تستمر إلى ساعات مصاحبة بدم على البراز وعلى مناديل الورق. الشعور بعدم الراحة والحرقان في الخروج أو آلام شديدة عند الجلوس. إذا كانت عندكم الأعراض هذه فأنتوا عندكم أينال فيشر أو الشقوق في فتحة الشرج. أينال فيشر هو عبارة عن تمزق في الغشاء المخاطي في منطقة الشرج. هو يحصل عادة إذا المريض كان عنده إمساك والبراز كان صلب أو إذا أحد دخل أي أداة أو جسم أو عضو في منطقة الشرج، مما يؤدي إلى تمزق في الغشاء المخاطي. في الفيديو هذا حتشوفوا كيف البراز الصلب والدفع والضغوطات تؤدي إلى شقوق في فتحة الشرج من ثم النزيف. الأشخاص المعرضين إلى تشققات فتحة الشرج هم اللي يكون عندهم إمساك مزمن أو يكون عندهم كرونز ديزيز، أو المرأة أثناء الولادة، أو إذا كان في سلس في البراز، أو إذا كان في شماع شرجي. أهم علاج لعلاج التشققات هذه أول شيء يكون البراز لين باستخدام الألياف. بالنسبة للآلام ممكن نعطي المريض توبيكال أنستيتيك، مسكنات موضعية ليدوكين ومراهم عشان تخفف الألم، وكمان ننصح باستخدام الدلتازيم أو النيتروغليسرين، وهي عبارة عن أدوية ضغط تؤدي إلى تقليل الضغط في فتحة أو صمام الخروج. مغاطس الموية والملح كمان برضو مهمة عشان تعقم المنطقة. إذا ما صار التئام لجرح ممكن نلجأ إلى عملية البوتوكس إنجكشن أو عمليات جراحية.